اهلا بيكم. الفيديو بتاع النهارده هو واحد من سلسله الفيديوهات اللي انا عاملاها عن تعمل ايه لما تيجي تشتري بيت، والنهارده انا هكلمكم على المصاريف اللي انت محتاج تكون عندك علشان تشتري بيت. معاكم راني سلطان، ودي حكايات من الولايات. النهارده بكلمكم على المصاريف. شراء البيت فيه مصاريف كتيره جدا جدا جدا، ده غير اللون، غير الكارد اللي انت بتاخده، فيه مصاريف تانية. وعشان كده نصيحتي ليكوا ان انتوا سيف سيف سيف، حوشوا على قد ما تقدروا. حضر نفسك بان انت عايز تشتري بيت بان انت تحوش، ما تنطش جوه الميه وانت متعرفش تعوم. لازم يكون عندك شويه مدخرات كويسه علشان في كوست تانيه كتيره جدا، مصاريف تانيه كتيره جدا ساعه الايه شراء البيت. في خمس حاجات لازم تاخد بالك منها: الديبوزيت، الوديعه، الداون بيمنت المقدم اللي بتدفعه، الكلوزنج كوستس اللي هي المصاريف الاداريه اللي بتدفعها عشان يتم العقد بتاع الشراء، والموفينج كوستس الفلوس اللي بتدفعها عشان تنقل البيت الجديد، والهيدن كوستس هي المصاريف المستخبيه اللي ما بتحسش بيها الا بعد كده وتفاجئ بيها. تعالوا نتكلم عن واحد واحد منهم بالتفصيل. اول حاجه الوديعه، الديبوزيت. الوديعه دي انت بتدفعها لما تيجي تقدم الاوفر، دي دليل على حسن النيه ان انت جاد في ان انت تشتري البيت. طبعا لو الموضوع ما تمش هيرجعوا لك الوديعه بتاعتك، ولكن لازم يكون معاك شويه كاش عشان تدفعهم لما تيجي تقدم الاوفر. المفروض ان المبلغ ده بيبقى من $500 لغايه $10,000، طبعا على حسب البيت وكبير قد ايه والكارد والكلام ده كله، ولكن في المتوسط يعني احنا بنتكلم من $500 لـ$2,000، هو ده اللي معظم الناس بتدفعه كوديعه، لكن في ناس بتدفع اكتر من كده بناء على الحاجه اللي هم عايزين يشتروها. الداون بيمنت او المقدم المفروض تدفعه في البيت، اقل حاجه المفروض لو انت فيرست هوم باير يعني اول مره تشتري بيت هيخلوك تدفع من 3-5%، ممكن تدفع اكتر من كده، انا انصح ان انت تدفع اكتر من كده. الاحسن تدفع 20% من سعر البيت، ده هيقلل عليك الانترست او سعر الفايده كتير، وبالتالي هتستريح لمده 15 او 30 سنه قدام على حسب الترم بتاع اللون بتاعك هتسدده على قد ايه، على 15 سنه ولا 30. فكل ما تدفع داون بيمنت اكتر كل ما الانترست بتاعك هيكون قليل، وبالتالي تبقى مستريح وتقدر ان انت تدفعه. ولكن اقل حاجه كفيرست هوم باير من 3-5%، واقل حاجه بالنسبه لسكند هوم باير لو انت تاني مره تشتري بيت او للانفستمنت عشان تاجره او عشان تبيعه بعد كده، بيخلوك تدفع من 10-25% من سعر البيت. في زي ما قلت لكم في فيديو سابق قبل كده ان في جهات ممكن تخليك تدفع داون بيمنت اقل من كده، زي مثلا اللونز اللي بتاخدها من الحكومه الفدراليه الاف اتش اي بتخليك تدفع 3.5% كداون بيمنت. في حاجات تانيه بتخليكش تدفع داون بيمنت خالص زي اليو اس دي اي اللي هي وزارة الزراعة، لو انت هتشتري بيت في منطقة زراعية في اراضي زراعية ممكن ما تدفعش داون بيمنت عليها خالص. او كمان لو انت فيترن سواء حالي او سابق يعني انت بتشتغل في الجيش الامريكي، برضو في لونز في قروض بتاخدها كفيترن، دي برضو ما بيكونش عليها داون بيمنت او داون بيمنت بتاعتها بتبقى قليلة جدا. وفي برامج كتير فور داون بيمنت اسيستنس انهم يساعدوك في دفع الداون بيمنت بتاعك. طبعا لو انت عايز تعمل كده روح على اونلاين وتشيك داون بيمنت اسيستنت، اكتبها وهيطلع لك جهات مختلفه يعني ممكن انها تساعدك في ان انت تدفع الداون بيمنت بتاعك او المقدم بتاع البيت. رقم 3 هي الكلوزنج كوستس او المصاريف الاداريه علشان تقفل العقد بقى وان انت ايه تتمه تماما. المصاريف دي كتير الحقيقه كتيره، احنا بنتكلم في مثلا اوريجينيشن فيز، بروسيسنج فيز، appraisal, title fees, prepaid, title insurance, الاسكرو. ففي جهات كتيره جدا هتاخد منك مصاريف اداريه ودي بتبقى الوفات، فلازم يكون معاك شويه الوفات كده محوشها عشان توزعها زي البونبوني على كل الجهات دي علشان تشتري البيت اللي انت نفسك. من ضمن كمان الكلوزنج كوست بتاعتك هي التايتل كومبانيز والاسكروز، انت لازم تدور على المكاتب اللي ممكن تديك اسعار قليله. احنا في بلادنا مثلا انا جايه من مصر كان الشهر العقاري ده حاجه تبع الحكومه والمصاريف بتاعتها محدده يعني معروفه، لكن هنا في امريكا دي شركات خاصه هي اللي بتعمل الكلام ده، وبالتالي كل شركه ممكن يعني تديك اسعار احسن تكون الفيز بتاعتها اقل يعني ممكن تساعدك. فعشان كده انت خد وقتك ان انت تدور على الشركات دي بشكل احسن فتاخد الريت يعني تقدر ان انت توفر شويه في بعض المصاريف الاداريه بتاعتك. كمان لما تختار حاجه منهم نيجوشيت يعني ما
تفتكرش ان الاسعار اللي هم بيدوها لك دي اسعار نهائيه، لا انت ممكن تتفاوض معاهم وتاخد سعر افضل. كمان الهازارد انشورنس والهاوس انشورنس في يعني تامين كتير لازم ان انت تدفعه. برضو دور على الناس الشركات التامين اللي هتديك اسعار قليله، وساعات بتبقى الشركات الصغيره دي تبقى اسعارها احسن من الشركات الكبيره اللي هي يعني خلاص عارفه ان انت هتجيلها عشان خاطر اسمها. فالمهم ان انت تحاول تدور على الشركات المختلفه دي، ممكن تقلل لك من المصاريف مبالغ مش قليله، مبالغ كتيره بنتكلم في الوفات. وبالتالي خد وقتك ان انت تدور على الحاجات دي وتسال اصحابك وتسال الدايره اللي حواليك علشان تاخد اسعار افضل. يعني ما تاخدش دايما بنصيحه الريلتور بتاعك او الايجنت بتاعك يقول لك روح هنا وروح هنا وهو ده اللي كويس، فتاخد اسماء الشركات اللي هو بيديها لك وتتعامل معاها بدون ما تدور وتبحث. رابع مصاريف عندك هي مصاريف النقل، الموفينج كوست. ناس كتير قوي لما بتيجي تنقل ما بتحسبهاش اصلا من سعر البيت، ولكنها مصاريف كتير. خد بالك ان انت هتأجر عربية علشان تنقل العفش، خصوصا لو هتنقل العفش من ولاية لولاية او من منطقة لمنطقة، دي حاجة مش قليلة. الموفينج كومبانيز لو هتجيب شركات او ناس تساعدك في النقل، البوكسز اللي هتشتريها، ادوات النظافة، هتنظف المكان اللي انت سايبه وهتنظف المكان الجديد اللي انت جاي فيه. كمان العفش، انت لما هتنقل من مكان جديد هتبقى محتاج عفش جديد، سجاد، ستاير، تصلح حاجات، كل دي حاجات مصاريف لازم تبقى حاططها في اعتبارك علشان لما تيجي تشتري البيت ما تقولش ايه ده انا ما كنتش واخد بالي. واخر حاجة هي الهيدن كوستس، ودي يعني دير غويط ممكن تقع فيه وممكن ربنا يكرم وتبقى حفرة صغننة، ولكن لازم رجلك هتيجي في الحفرة دي. دايما لما الواحد ينقل بيت جديد بيطلع له بعد ما يسكن شوية إصلاحات، حاجات بقى أنت مش شايفها، حاجات في السباكة، حاجات في البياض، حاجات في المطابخ، حاجات في الحمامات عايزة تتصلح، حاجات تقع، حاجات يعني بتلاقي فيه كده كسر ما تقدرش أن أنت تشوفها بعينك المجردة، مهما عملت مش هتقدر أن أنت تشوفها. وغالبا يعني بيقول في المتوسط كده بنتكلم 1% من سعر البيت. أنا عارفة ناس ممكن يبقى فاكرين أن ده مبلغ كبير، ولكن ده الإحصائيات بتقول كده. فعشان كده تبقى حاطط في اعتبارك ان النقلة دي فيها شوية اصلاحات كده، المصاريف اللي لازم تبقى حاططها في اعتبارك علشان ما تفاجأش او تيجي ساعة النقل وتقول يا خبر ابيض انا ما كنتش عامل حساب الكلام ده، وتتزنق اكتر وتستلف ويعني وتدخل بقى في دايرة تانية من القروض. لما تكون الصورة كلها واضحة قدامك تقدر تحدد بالظبط هتقدر تشتري بيت وبسعر كام وامتى، ولو انت شايف نفسك ان انت مش جاهز استنى كام شهر لغاية ما تبقى جاهز وتحوش المبلغ اللي انت محتاجه علشان لما تيجي تنقل ايه وانت مستريح. كان معاكم رانيا سلطان ودي حكايات من الولايات.